بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عمر. بون، غادي نوري لكم واحد التصويرة إن شاء الله بربي، ونعاود نولي باسكو اليوم واحد الموضوع باش نرد على واحد الإنسان. المرة الأولى شكنا في هاد الشهداء، ودروك راه يقذف في المجاهدين الجزائريين، المجاهدين لأولاد الشعب اللي حروا الثورة. دوك نعاود نفهمكم إن شاء الله، نوري لكم التصويرة ونعاود نولي. يوم بعد إن شاء الله. بسم الله، نعاود ونرجعو. دونك التصويره هذه تبين بلي على الناس اللي راهي تتبع في مسيو سعيد سعدي. دونك وريت لكم سعيد سعدي مع من مصور، مع علي هارون اللي كان حكم في فيدرالية المجاهدين بفرنسا، ومسيو زروال، مسيو زروال سي ان جينيرال. على كل حال، الاحسان ما يبوش لي جينيرو، ما يبوش الفيس، بصح لربما يبغي سعيد سعدي. لا علينا. اولا، القذف هذا قذف دار فيديو على مسيو يوسف سعدي. عطيتك لي زيكزومبل تاع لي سعدي، كاين زوج سبحان الله، ربي يخلق ويفرق. بريمير مو، لا بيوغرافي تاع السيد يوسف سعدي، هو الجيروا، ولد العاصمه، بصح اصله من الازفون. ومعروف ازفون ولو فور ناسيونال 34، حصن ازفون، بناه ملك الجزائر ازفون، بناه بلغون بن وزيري، هو اللي بنى العاصمه تاعنا وبنى ازفون. ازفون خرجت هذيك، صدير هذوك عطولهم لي نوطاب دو لالجيري، ولا هذوك لي نوطاب نتاع لا ريجون تاع لا كابيلي، معروفه ان ثيراثن وازفون خرجت غير رجال. هذه الاولى. ثانيا، كي نتكلموا على معركه الجزائر، وانا نتكلموا على يوسف سعدي. يوسف سعدي ماهوش، مع احتراماتي كاع المجاهدين، ماهوش كيك سو سو، ماهوش نابورت لوكي. مسيو يوسف سعدي هو رئيس المنطقه، صدير يسموها لا زون اوتونوم دارجيل، زد ا ا، كانت في الولايه الرابعه، ومن الولايه الرابعه داروها منطقه وحدها، لالجيروا، سكون ابل لا جيريا اوربان، او حرب المدن. لان علاه؟ الثوره الجزائريه الناس دارتها في الجبال، ودارتها في لافيل، ودارتها في البحر، ودارتها في السماء، ودارتها في الاوروب. على خمو في الجي بور دو شوز. الفكره جات من عند عبان الله يرحمه، عبان رمضان، ومن عند الجماعه تاع لا سي اي او، لا كوميتي ديكزيكيسيون ديكزيكيسيون اي كوميتي ديكزيكيسيون. المهم من التنسيق والتنفيذ، دو كورديناسيون، لا كوميتي دو كورديناسيون و ديكزيكيسيون، اللي كان فيها عمر وعمران، كان فيها كريم بالقاسم الله يرحمه. المهم كانوا فيها خمسة ولا ستة. راحوا الالجي. علاه راحوا الالجي؟ باسكو راحوا الالجي باسكو الالجي ينجموا يلبدوا، ماشي كيما في الجبل. بريميرمون يهودوا العاصمة، داروا جورنال المجاهد، ولازم القضية الجزائرية لازم يكون عندها مساحه دولي، صدير الناس تشوف واش راه يصرا في الجزائر. لو كان يديروا في الجبل ما يبانش، فرنسا ما توريش، لكن كي ديرها في لا كابيتال، في العاصمه، باسكو عاصمه الجزائر ذاك الوقت، الصحف الخارجيه، لي زاميريكان، لي زونغلي، وكاع يصوروا. سي بور سا داروا لاباتاي دالجي. بون، الشك هنايا راه مسيو هذا الانسان اللي يهضر في الفيديو، راه يشك في الوطنيه ولا في الاخر تاع مسيو يوسف سعدي. بريميرمون، يوسف سعدي كان من الناس كانوا هما الجماعه هذو، هو جماعه ديدوش مراد وعمي موح الباجي. عمي موح الباجي مفوت الحبس ستانون سي كونداني امور، معروف مغني جزائري يغني شعبي، هو اللي غنى اغنيه تاع المقيين الزين، غناها في الحبس. يوسف سعدي مجاهد كبير، ويعني من قبل اللي هو يجاهد، حكموه في فرنسا ولا في لاسويس، الله اعلم، كان رايح لاسويس عند بن بلة، حكموه لي فرونسي. واش داروا؟ قالوا له خدم معنا اجون دوبل. واش دار يوسف سعدي؟ رجلاوي، خدم معاهم. واش عطالهم؟ عطالهم لي فونو، عطالهم الناس اللي كانوا متبعين سكون ابر لو امانا، ولا لو ام ال تي دي، اللي كان فاصل على اب الثوره الجزائريه مصاي الحاج.
الناس كانوا باغيين الزعامة، هذا ما كان كانوا باغيين يزعموا، فاتتهم ريح الثورة، بغاو ما بغاوش يدخلوا مع فلان. يوسف السعدي مد لهم ذوك الناس، ياسف السعدي واش دار؟ عطى الاستعمار الفرنسي، عطاهم ديفون وما عطاهمش الناس تاع فلان، وقعد في لا كلاندينيستي، قاعد كلانديستا، وهو اللي هو اللي هو لو شيف، لو شيف صدير نتاع لا برونش ارمي، وكاين فانيك لا برونش ارمي، وكاين لا برونش تاع لا فلان، الجناح السياسي والجناح الحزبي. الجناح السياسي كانوا حاكمينه السياسيين اللي كانوا حاكمين جريدة المجاهد. لا علينا، يوسف سعدي الناس اللي اتهمتوا بالخيانة على جلالة، ربما مدام جميلة بوهاد اللي نكنو لها كل احترام، ما تفهمش هي وياه. بريميرمون يافي باكو مدام جميلة بوهاد، كانوا بزاف المجاهدات، الجزائر معمرة بالمجاهدات. الكاميرا برك الفيلم هذاك اللي دار ليستوار تاع جميلة بوحيرت، صدر يوسف شاهين الله يرحمه، بصح كاين بزاف المجاهدات، ما كانش غير جميلة بوحيرت. هذه اولا. ثانيا، الى جميلة بوحيرت ربي يطول عمرها ان شاء الله، وان شاء الله بربي زيد تحية ان شاء الله بربي، ونستبشروا بها. حاسبة بن بوعي الله يرحمها ماتت، حاسبة ماتت، وريدة من الله يرحمها ماتت، ونيافي با كو جميلة بوحيد، إلى في مدام زهرة ظريف، إلى في مدام أوزكان، كانوا بزاف بنات البلاد الجزائرية التجيرية يخدموا. دونك سيتي با جميلة بوحيد أولا. ثانيا، شكون اللي بيعهم بيعهم، أنا ما جو بو ما 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 غاديش نعطيك النو، بيحهم واحد كان حاكم لا ريجيون دو الله اعلم، لان علاه الجيروا المنطقه تاع سكون ابل زون دالجي اوتونوم، كانوا فيها ثلاث افواج، الفوج الاول الفوج الثاني والفوج الثالث، افواج عسكريه، وكانوا فيهم ثلاث افواج فني في الفوج السياسي، وكانت القياده كشغل ان بيراميد، كاين واحد وكاين ثلاثه يجوا موراه، ومن بعد واحد يجوا ثلاثه موراه، ومن بعد واحد يجي ثلاثة موراه، صدير ديما يخدم ثلاثة وثلاثة وثلاثة. واش دار يوسف السعدي؟ قراصة يوسف السعدي اللي ولات القضية الجزائرية معروفة في المحافل الدولية، لاباتاي دارجي كيفاه بدات؟ بداوها لي كولون، بداوها لي كولون، هما اللي بداوها. واش داروا؟ داروا بومبا في ألجي، لان علاه اللي مثل ولا الجزائريين كانوا يقتلوا، غير عطاهم تعليمات يوسف سعدي، قال لهم لازم تقتلوا اونتر انسان اونتر 18 حتى ال 45 عام، هذوما اللي يموتوا، ما تقتلوا الذري، ما تقتلوا نساء، ما تقتلوا والو. رد الفعل الفرنسي واش دار؟ داروا بومبا في القصبة لي بينوار، ماتوا ناس 16 واحد نشاهد. انا يا بابا وما اختي تموت، وانا يا ذوك الجزائريين كي بابا وامو اختو كي يموتوا ما يروحش يرفد الشمع، حنا ماناش تاع شمع. واش دار يوسف سعدي؟ كي ما قتلتونا اولادنا قتل لكم ولادكم، ولا يدير في البومبات علي لابوانت والجماعه اللي كانوا معاه الطلبه الجامعيين. المهم تباعوا، اللي باعهم المهم هو سيتي لو شاف تاع لا دوزيام ريجيون. يوسف سعدي واش دار؟ الانجازات اللي دارها، قتل سكون ابل لو غرون حركي اللي رفد السلاح قبل لي زاني 40، الباشا ايت علي، هو معروف كان حاكم المجلس البلاد، المجلس الوائي العاصمه، هو ولد تيكزيرت، واللي قتلوه تبعوه لي كولون، وقتلوه مسكين الشهيد هذاك استشهد، واللي قتلوه سموه قتلوا ولد لافوكا فرونسي مارسيل بن عيش. وين كانوا لابدين؟ وين كان العربي بن مهدي الله يرحمه لابد؟ كانوا ملبدينو عند سكون ابل باش اغا ابو طالب. باش اغا ابو طالب هو اللي كان عنده الله يرحمه العربي بن مهدي خازن عنده ولابد عنده، كان فانيك في الدار تاعو معمره بالقنابل. كي بان الخيط راحوا فانيك لياسف سعدي ومع جميله بوحيرد، حكموهم يوسف سعدي قص لهم بومبا، ومن بعد الاستعمار الفرنسي اللي بار عمرو كاع للبلوك هذاك اللي كان فيه يوسف سعدي، صدي لو كان ما يخرجوش كانوا راح يقتلوهم كاع.
ومن بعد كي خرج ومن بعد كي حكموا يوسف الشعبي 15 جور ابري 15 يوم ابري حكموا علي لا بوينت الله يرحمه. دونك il y avait deux cachettes pour aller la pointe. وعلي لا بوينت الله يرحمه كي حكموا كي حكموا يوسف الشعبي على باله كان عارف وعلى باله بلي يوسف الشعبي ما يهدرش وكانوا كاين بزاف المخابئ. المهم كان واحد بيعهم ماشي يوسف الشعبي وما بين الضحايا باش الانسان خطو اخرى ما يغضبش الناس. اليافي الحفيظ تاع ياسر سعدي كان مات الله يرحمه عمر سعدي حفيظه ولد خوه حاسي بايوس سعدي ولد خوه كان فيه معاه واحد فانيك. دونك انت اسكو في بالك واحد يروح يبيع ولد خوه؟ هذا قف زاوج والشهادة تاع الاستعمار الفرنسي ما تعرفوش بيهم. وحاجة ثانية فانيك اللي قتل اللي كان باغي يقتل الباش اغا اي تعلي حكموه هو نسيتو كسمه هو كان قابض وزارة المجاهدين. وباش راك تمعني على باسكو على ياسر سعدي هو كان مع بوم الدين الله يرحمه. نقول لك باللي اللي كان مع بوم الدين كان مع ياسر سعدي وكان مع فاني كعمر وعمران الشيف تاع لي بارا في الجيري. والمشكله ما كانتش بين ما بين سكون ابل الجماعه تاع وجده ولا الجماعه تاع الساقيه الحمراء والذهب، وانما المشكل كان ما بين الجناح السياسي والجناح الاسلامي. وان شاء الله بربي هذا الفيديو تقنعك ان شاء الله بربي. وني عارف بلي انت ارشدي وما تبوش المجاهدين وما تبوش الفيس وما عندكش فاميلتك كاع مجاهدين وما عندكش كاع فاميلتك من الشهداء. السلام عليكم. وهضرة الحمامات وهضرة تاع ستخطونا منها وتلقاوي هذه ثورة هذه. على بروشان ان شاء الله.